الليلة في حديث القاهرة، الحوار مستمر. بخلاف أخطاء القيادة وسوء الأحوال الجوية، ما أسباب تكرار حوادث الطريق الدائري؟ لقاء مهم مع الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق. وبعد الإطمئنان على صحته، كيف يستقبل الزعيم عادل إمام الشائعات؟ وما جدول أعماله الآن؟ والنائب طارق رضوان يكشف لنا الشروط المقترحة في مشروع قانون خطباء المساجد والدروس الدينية. ولنا مناقشة صريحة في موسم توقعات الأبراج، الفلك بين العلم والتنجيم. هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من حديث القاهرة، حلقة الأحد 23 يناير 2022. لابد أن نبدأ بتهنئة وزارة الداخلية، إخواتنا وأهالينا في الشرطة المصرية. النهاردة كان في احتفال كبير شرفوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا ب 25 يناير عيد الشرطة المجيد. 70 سنة مروا من أحداث الإسماعيلية اللي كان للشرطة فيها دور باسل ومتضامن مع الأهالي وشعب مصر. لكن قبل ما نروح لهذا الحدث الهام، لابد أن نلقي التحية والسلام على صاحبة البرد المستمر كريمة عوض. أهلا وسهلا يا كريمة. كل سنة وانت طيب يا خير. كل سنة ومصر بخير. يعني على العموم، بعيدا عن البرد والعاصفة هبة، وهل هبت علينا هبة بعواصفها وصقعها ولا لا، لكن يوم 25 يناير بيفكرنا بأحداث مهمة جدا، سواء كانت على مستوى التاريخ الطويل، عدى 70 سنة عليها، وقد إيه يعني الشرطة المصرية قدمت كل نفيس وغالي مع كل مناسبة بتستدعي فيها إنها تدافع على الوطن، حتى لو كانت زي ما قال السيد الرئيس النهاردة عتادها وعدتها ما هياش بالمستوى الكافي، يعني أقل من الطرف الآخر. يعني نسمات العزة والكرامة والوطنية اللي حكى عليها النهاردة السيد الرئيس، يعني بتقول قد إيه مصر غالية على قلب وجدان كل مصري، وقد إيه وقت الجد المصري بيثبت أنه مصري، وخصوصا لما يكون أقسم اليمين أنه يدافع بدمه وبروحه عن وطنه. أنا شرفت النهاردة بدعوة كريمة من معالي السيد محمود توفيق وزير الداخلية لحضور هذه المناسبة الهامة اللي كان بيحضرها السيد الرئيس. بشكرهم جدا على هذه الدعوة الكريمة، كان التنظيم رائع وما كانش في عدد كبير علشان في تباعد، وكل الإجراءات كانت بتقول إن احنا قدام حدث هام جدا. كان في أكتر من مشهد، لكن في مشهد في كلمة السيد الرئيس، فإحنا مش ماشيين بالترتيب، خلونا كده واحدة واحدة. لما خرج عن الكلمة الرسمية وقال هنا عايز أقول لكم حاجة، وقال إن مصر على مدى 7 سنوات ما وصلت إليه الآن ما كان سيكون إلا بالتضحيات التي تمت، بشهدائنا اللي دفعوا دمهم تمن علشان قال الموضوع يستحق. مصر ومئة مليون مواطن يعيشوا في أمان وسلام، لولا هؤلاء الأبطال والشهداء ما كنا لازم نفضل فاكرين. وقال لأهاليهم معلش، لأن كانت هناك مشاهد مؤثرة جدا في الاحتفالية. تعالوا نشوف السيد الرئيس قال إيه ونرجع تاني. الإنجاز اللي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي، وعشان كده اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر أبنائنا الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول أن أنا أستدعيها مش كفقرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا أن في تمن كبير قوي الدفع خلال 7 سنين اللي فاتوا
عشان نصل إلى هذه المرحلة. كل خروج عن النص في كلمة الرئيس النهاردة كانت نص، كانت نص إنساني بسيط وقريب للقلب. لما اتكلم عن الشرطة وعن الداخلية وهم خط دفاعنا ضد الإرهاب، واللي لسه لحد دلوقتي دول مش عارفة تعمل معاه حاجة بقالها سنوات وبتتعب قد إيه علشان تقف قدامه، لكن لحد دلوقتي احنا محققين القدر اللي يرضي الناس من الأمان، سواء كان بتضافر الجهود الخاصة بالقوات المسلحة مع الشرطة، أو حتى الشرطة وقت اللزوم لما بتلاقي نفسها هي حائط الصد على الأرض. ده كان قوة دفاعية أولى الرئيس النهاردة اتكلم عليها فعدهم، لكن ما نسيش أبدا كمان قوة دفاعية تانية اللي كانت على الأرض بتحارب في وسط ظروف صعبة جدا مر بيها العالم ومرت بيها مصر، الجيش الأبيض اللي كان بيدافع برضه وبيدفع روحه في وسط الأزمات، وسط تحديات كورونا، واتكلم عنه. اتكلم عن الأطباء واتكلم عن كورونا، وشكر ربنا أن رغم وجود كورونا وتأثيرها الاقتصادي على العالم والصحي، إلى أن الحمد لله كانت مصر دولة مرعية من الله سبحانه وتعالى وحفظها ربنا من هذا الوباء بنسبة كبيرة جدا. خلونا نشوف السيد الرئيس قال إيه عن الجيش الأبيض. ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. يعني أنا أعتقد أن الوقفات النهاردة كانت مهمة للغاية، ويمكن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على الأمن والأمان بكل مؤسساتها، لأن دي أول شيء بيرغب فيه أي حد عايش في أي دولة في العالم. لكن كمان ذكرى عزيزة جدا، ذكرى 25 يناير يا خير. نعم، الرئيس أيضا هنى الشعب ب 25 يناير، يعني إحنا بنحتفل بعيد الشرطة وهو العيد الأساسي لهذا التاريخ اللي بقاله 70 سنة. لكن في 2011 كان هناك ثورة مصرية تسعى للتغيير، تسعى للحرية والعدالة، تسعى لوضع اقتصادي أفضل، تسعى لحياة كريمة. تعالوا نشوف السيد الرئيس لي. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. طيب، كان في على هامش هذا اللقاء الهام جدا كلمة للسيد وزير الداخلية، وهو بيقول كيف تصدينا للجرائم الإلكترونية اللي بتسعى التنظيمات المتطرفة والإخوان لتوظيفها لترويج الشائعات. اتكلم عن الاستراتيجية الشاملة للالتقاء بالمنظومة الأمنية، اتكلم عن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة تزيد عن 13%، اتكلم عن إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم، تقويم سلوكهم من خلال برامج تأهيلية. قال إن احنا حريصين على انتهاك استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وقال استعرض على الاستراتيجية بتاع حقوق الإنسان والسجون التي تمت سواء في وادي النطرون أو في بدر. تعالوا نشوف السيد وزير الداخلية في جزء من كلمته. تتكامل الجهود الأمنية المتواصلة بالتصدي للجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة، والتي باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديث السن لارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة، أملاً في تحقيق مخططاتها الآسمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب. يعني قد ما إحنا مستمتعين وسعد أن إحنا ماشيين آمنين في شوارعنا ونايمين آمنين في بيوتنا، التمن ما كانش بسيط أبداً. التمن كان إن في بيت في مصر فقد رب البيت، وفي ابن في مصر أو بنت في مصر فقدت باباها ومامتها، أو للأسف ما شافش الشخص ده من قبل ما يتولد. يعني أنا في النهاردة في الفيلم التسجيلي اللي تم عرضه واللي كان بيتكلم فيه أبناء الشهداء وبنات الشهداء، فكرة إن أنا اتولدت وما شفتش بابا،
او مامتي كانت لسه حامل فيا، كانت قد ايه جمل مؤثره. ولما بكى الرئيس ما اعتقدش في حد كان بيتفرج على ده وما بكاش، الناس كلها تاثرت جدا. هو كان هي رسائل من ابناء الشهداء، ولكن هو كان فيه ثلاث افلام. الفيلم الاول كان لخالد جلال المخرج الكبير، وكان فيه الفنان محمد محسن، وكان فيه الفنانة مي، كان فيه غناء في متحف الشرطة. متحف الشرطة لما دخلوا كان شيء مبهر بالأطفال. الأطفال دول تحولوا، اكتشفنا ان فيهم جزء من أبناء الشهداء. وده الفيلم اللي عمله الأستاذ محمد السعدي. فيلم كان مؤثر جدا جدا. الأطفال بيتكلموا عن أبائهم، منهم زي ما بتقولي اللي ما شافش، ومنهم اللي شاف، ومنهم اللي قال له أنا راجع، ومنهم اللي بيسألوا عن الجنة. مشاهد كانت تستحق جدا. أما الفيلم الثالث فهقوله بس بعد ما نشوف الجزء ده. تعرف بابي مش معانا النهارده ليه يا كريم؟ عشان استشهد وراح الجنة، عشان هو الشهيد وهو بطل. انت عارفه بابا فين دلوقتي؟ فين؟ في الجنة. دي اكتر حاجه وحشتك فيه؟ القعده معاه، بقف كده في اوضتي واقول له بابي هو انت ليه سافرت؟ زي ان احنا نخرج مع بعض تاني، و طب عايزه تقولي له ايه دلوقتي لو كان موجود؟ ان هو وحشني قوي. عايزه اقول له ان هو وحشني جدا، وانا لما اشوفه طبعا هحضنه اكتر حاجه. بس يعني لو هو كان دلوقتي قاعد معاكي وبيتكلم معاكي هتقولي له ايه؟ كنت عملت ايه في المدرسه؟ ايه كمان؟ كنت بعمل ايه لما انت كنت في الشغل؟ نفسي اول ما اشوفه اقول له بحبك يا بابا. الله يرحمك يا بابا، ويتكون يا رب يكون مبسوط بالجنه مع ربنا. نفسي احضنه بس. تفتكر لو كان معانا النهارده كنت هتحب تقول له ايه؟ كنت هقول له حاجات كتير قوي، كنت هحمد ربنا ان هو معايا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ربنا يحميهم ويبارك فيهم، ويبقى يمكن ذكرى واسم ابوهم دايما يعني قدام عينيهم، يخليهم احسن واحسن، وعارفين ان باباهم كان بطل وفخورين بيه زي ما احنا كلنا، كل واحد فينا زي ما قلت عايش في بيته امن، فخور بكل واحد ادى دمه علشان البلد دي. النهارده كمان كان في اعتقد يعني صوره مختلفه، يعني بالنسبه لك انت شخصيا كمان يا خيري، وانت حاضر. انا منبهر. بس عايز اقول ان السيد الرئيس كرم اسر شهداء النهارده، منحهم وسام الاستحقاق المصري، وهو وسام عظيم جدا، ومنح اوسمه لبعض الضباط المميزين المساعدين كمان. مساعد توفى في 21 كرم أسرته وأهله، وحد في سينا كرم أسرته ووالده. يعني كان مشهد في النهاية رسالة، الدولة ما بتتخلاش عن أولادها، واللي دفع ثمن دمه في الأرض دي أولاده هيعيشوا كرامة، وإحنا هنفضل فاكرين لهم إن لولاهم ما كناش قاعدين دلوقتي. بعد تاني أمني علشان ما تبقاش المسألة كلها، الحمد لله احنا قدرنا على الإرهاب وما كان يحدث هذا سوى بالأبطال دول، ولكن هل الأمن بيشتغل في هذه الحدود بس؟ النهاردة قدموا لنا نموذج محاكاة لضبط كمية من المخدرات. أنا ما كنتش مصدق نفسي، أنا حسيت أن أنا بتفرج على فيلم أمريكي، رغم أن هذا هو ما حدث بالضبط. كمية مخدرات عدت من الجمارك، هم سابوها تعدي علشان يعرفوا واصله فين وفين الشبكه. حد بيشتري سفينه في النيل زي السفن العايمه اللي موجوده دي وبتطلع سياحه وبتاع، السفينه شكلها مبهدل جدا، دفع فيها مبلغ كبير، بداوا يراقبوه، وصلوا لشخص تاني مهم معاه بطاقه مزوره، المرور عارف انه لازم يعدي فيكشف على البطاقه وتطلع قدامنا ان ملهاش بيانات البطاقه دي، ويسيبه يعدي عشان نكتشف ان ده الزعيم الكبير.
الضفادع البشرية من قوات الأمن بتنزل تحت المية، في نفس الوقت بنكتشف مخازن في صحراء علشان توصل لها جوه جبال وأودية، اللي يدخل لازم يموت. لو تشوفي أولادنا وإحنا بنتفرج كنا مبهورين، سواء تحت المية وبيطلعوا وينطوا جوه السفينة ويشتبكوا وبقى في ضرب نار وناس مننا بتموت وبتصاب، وفي نفس الوقت العملية بتتم في الصحراء عبر وديان وجبال، شيء مبهر لدرجة ان هما بيطردوا المجرمين. اول مرة تشوفها، اللي بيضرب عليك رصاص مباشر بتضرب عليه رصاص مباشر، اللي ما كانش في مرمى النيران ما بيضربش عليا نار، بيضربوه بسلاح جديد زي الليزر يوقعه ما يموتش بس بيشله، كأنه صاعق مثلا، كأنه اسلحة جديدة. احنا الجيش الاتناشر على مستوى العالم، الجيش الاول على مستوى الشرق الاوسط، بعدنا تركيا وايران واسرائيل الرابع. فزي ما الجيش عنده امكانيات عالية جدا، انا كمان اتبسطت جدا ان الشرطة كان عندها كل هذه الامكانيات. شوفي عمليات المتابعة والضبط دي المخدرات وهي نازلة وازاي بتتخزن، وهيجيبها لك بتتخزن تحت الارض، حاجات زي الافلام بالظبط. يعني اللي شاف افلام عالمية في المخدرات لو شاف الفيديو ده، دي شايفها العربية معديه من الجمارك، بتكتشف ان الحاجات مستخبية جوه خشب، بتفتح الخشب مفيش حاجة، بتحفر الخشب تلاقي المخدرات، كانت عبارة عن طن وشوية حشيش، طن وشوية هيروين، ما يقرب من طن الحبوب الكبتاجون والحاجات المخدرة اللي بتتباع دي. تخيلي دي كانت ممكن تدمر كام شاب. تخيل كمان يا خيري ان دي عملية واحدة من ضمن عمليات كتير بيعملها عيون الوطن، سموا الفيلم عيون الوطن لان يعني لولا ان العيون دي صحية لكل حد بيحاول ينال منه ومن امنه ومن ابنائه، اكيد كان الوضع بقى ما اعتقدش انه كان هيبقى بالنسبه لنا كلنا مرضي دلوقتي وشايفين حوالينا الدنيا فيها ايه. يعني عمليه من ضمن عمليات تحيه لابطال الشرطه، وتقدير كل سنه وانتم طيبين، وفعدهم وكل سنه وانتم طيبين. شكرا على كل اللي بتقدمه، شكرا على اننا عايشين وبنتحرك في بلد، شكرا على انكم واخدين بالكم من المرور ومن الكهرباء ومن الحدود ومن النيل ومن الميه ومن الشرطه ومن خناقه راجل وراجل ومن ولد بيبتز بنت، حاجات كتير في الحياه. في النهايه إحساسنا بالأمن، الإحساس بالأمن مش رؤية، هو إحساس، وإحنا عندنا هذا الإحساس الحمد لله. يعني مرة تانية كل سنة هم طيبين وكل سنة ومصر كلها بخير. نشوف بقى عناوين الأخبار واللي حصل، أهم اللي حصل من امبارح للنهاردة، ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة ويكرم أسر الشهداء. عفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير. الداخلية، تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام 2021. الحكومة تنفي وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة خلال يناير الجاري. الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة. مصر تستقبل 1,843,000 جرعة من لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة. وزير الري، دلتا النيل من أكثر المناطق المهددة والأكثر حساسية للتغيرات المناخية. استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والجزائر اعتباراً من 6 فبراير المقبل. 5 فبراير، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني. وزير خارجية الكويت ينقل للرئيس اللبناني مبادرة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والخليج. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات فورية ضدها. محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 14 لاعباً في قائمة مصر وكوت ديفوار. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. لما يبقى عندنا حد زي الزعيم الفنان النجم عادل إمام، يبقى دايما يجب ندور عنه عن الاخبار الحلوه، نقول له وحشتنا، نكتب ونقول محتاجين عادل امام، ضحكت وبسمت وبهجت مصر، لكن ما نكتبش عن السوشيال ميديا شائعات سخيفه ونقول انه رحل
والرجل بخير وبصحة بين أبنائه وأحفاده ويقرأ نصوص ويستعد لأعمال. فهذا سلوك بصراحة أنا أشك أنه من المصريين، المصريين كلهم والعرب بيحبوا عادل إمام قوي. عادل إمام جزء من وجداننا وجزء من بهجتنا وجزء من تاريخنا، وعندنا عادل إمام واحد. في حالات كده من النجومية ما بتتكررش كل قرن غير مرة، وعادل إمام من الأسماء والأشخاص دي. ولكن كثرة الشائعات دفعت الدكتور أشرف زكي أنه يطلع يكذب هذا، المنتج الكبير عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام ينفي هذا الكلام، معلومات بتؤكد أن الفنان الكبير عادل إمام بيستعد الآن لعمل جديد مع رامي إمام ابنه المخرج المبدع الكبير. إيه يعني نفسية حد زي الفنان الكبير عادل إمام ممكن تبقى إزاي دلوقتي؟ يعني ممكن يتضايق قد إيه؟ ممكن يستسخف ما يحدث إزاي؟ كيف تسير حياته الآن؟ خلونا نعرف من المنتج الكبير الأستاذ عصام إمام. مساء الخير يا أستاذ عصام. أستاذ خالد إزاي حضرتك؟ مساء الفل، إزاي سعادتك؟ وحشني. وحشني أنت كمان. وربنا يخليك. مساء الخير يا أستاذ عصام. يعني أستاذة كريمة. شرفتنا جدا كريمة، والحقيقة ربنا يخليك. الحقيقة كلنا شغف وفضول عايزين نطمن على حبيب الملايين في مصر والوطن العربي الزعيم عادل إمام، أخباره إيه وصحته عاملة إيه دلوقتي؟ والله يا أستاذة كريمة الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول، أنا عملت مداخلات يعني كثيرة، بس أنا لما عرفت أن حضرتك أستاذ خيري قلت أأكد برضو على، أنا مش عارف ليه الحملة الشرسة دي، ليه سببها يعني ليه كده؟ دي مش من يعني هنا، بطريقة أكيد غير طبيعية يعني، وبدأ من وقت طويل، وبدأت يعني بدأت من الساحل، قالوا إن الأستاذ عادل إمام ساب البيت هنا وراح الساحل، وراح الساحل قاعد قافل على نفسه أوضة وما بيقابلش حد. الله، طب ما هو لو هيقفل على نفسه طب ما يقفلها هنا، هو حد يقدر يقرب له؟ ده يعمل اللي هو عايزه يعني، مش يروح الساحل عشان يقفل الأوضة، وإنه خلاص ماشي مش مشكلة، إنما بالطريقة الغير طبيعية دي الحقيقة يعني. أنا بس اللي مهون عليا أنا حب الناس، أنا جالي تليفونات يا أستاذ خيري، أنت تعلم مدى حب الناس الأستاذ طبعاً عزيزي. أنت طبعاً تعرفه كويس طبعاً. جالي تليفونات من أستراليا ومن أمريكا، والله من أستراليا، والناس بتسأل على صحة الزعيم وبطمنه وبقول لهم. أنا بس عايز أعرف إيه السبب، ليه عندك أي تفسير شخصي يا أستاذ عصام؟ عندك أي تفسير لأي سبب ممكن يخطر في بالك، أو حتى في بال الزعيم عادل إمام نفسه؟ يعني أكيد هو عارف الأخبار، وأكيد هو كمان عنده وجهة نظر. والله يا أستاذة كريمة هو يعني هو تابع مرة مرتين ثلاثة يعني، لغاية ما دخلوا أحفاده عليه وكانوا بيعيطوا وكانوا بيبوسوه وكانوا بيحضنوه. الأحفاد صغننين يعني طبعاً. يعني بالنسبة لهم إيه ده؟ ليه؟ في إيه؟ يعني وعايزين يطمنوا، ساعات مش مصدقين وساعات مصدقين. يعني هو تابع ده مرة اتنين ثلاثة خلاص يعني، طب ما فيش فايدة. أنا بس بسأل ليه، إيه اللي ورا ده؟ يعني إيه السيد السادة القائمين على الصحافة؟ أكيد المستفيد من الخبر مش الصحافة، أكيد المستفيد من الخبر اللي بيطلعه هو بيعكس عن رغبته ونيته وامنيته، وانت عارف دول مين يعني. ف هو انه بيدور على الشير وال لن نعول عليهم الناس يعني. تدخل عنده يعني. ده اللي انا عرفته مؤخرا يعني يا استاذ خالد. انا عرفت ان ورا دوان في حاجه اسمها ترند، بيعملوا ترند، والترند ده بيترجم الى فلوس. يعني اذا كان طبعا الترند هيبقى على حساب صحه الزعيم، وعلى الحقوا يا جماعه ده على جهاز في المستشفى. طب كلموا المستشفى يا جماعه، كلموا المستشفيات شوفوا هل ده حقيقي ولا غير حقيقي. يعني يا استاذ خالد، ألف به الحكايه، او ألف به الصحافه او الاعلام، انك انت تتحرى عن الخبر. صحيح. يعني ترفع تليفون ده يعني للاسف لما تبقى صحافه محترمه، في صحافه محترمه كتبت كلمه من هذه الشائعات، اي صحافه محترمه تأبى بنفسها عن هذا الطريق يعني. طيب طمنا عليه وقول لنا هو بيستعد، عرفنا انه بيستعد لفيلم جديد. والله وانا بحلف، والله الحمد لله، انا بحلف بالله تاني الحمد لله، عادل في حاله يا رب دايما، كلنا بندعي انه يفضل بينا كده ومستمتع بحياتي. يعني مش مثلا
مش متضايق يعني، برضو بكررها. يتضايق ليه؟ هو في وسط عياله واحفاده والحياه جميله ومعاه اسم جميل، طب عايز ايه؟ انا من قيمه كام يوم دخلت عليه كده الاوضه لقيته ايه بي بي يعني مستخبي بيخض الاحساس. هو يخش ومش لهم عارف الحاجات اللي دي بيعمل لهم بخه. طيب الفيلم الجديد اخباره ايه؟ عندنا مواضيع بنقراها. هو اكتر حاجه عجبانا اللي هو في سطر جميل كده حلو احنا حابينه كلنا يعني. الواد وابوه. الواد وابوه ده العادل والاب والابن محمد والمخرج رامي والمنتج انا. يا سلام، حلو ولذيذ. ده يبقى العيله يعني، العائله. بس احنا يعني هنقدم فيلم ان شاء الله للاسره المصريه وللوطن العربي كله، حاجه يعني حاجه هتبقى لذيذه يعني. ايه بقى الواد وابوه يعني؟ الاب بيعمل ايه دلوقتي والابن بيعمل ايه وبيتكلموا ازاي وطريقه الحوار ازاي؟ ننتظر ده على امتى يا استاذ عصام؟ افندم ننتظر ده على امتى ان شاء الله؟ والله بص يا هانم، احنا يعني مش هممنا ان احنا يعني نعرض عيد او نعرض في اجازه نص السنه، او احنا بس يكمل الموضوع يبقى بطريقه حلوه وينزل في اي وقت يعني. طبعا ما يعني لا يعني عادل امام ينزل في اي وقت جمهوره قاعد ان شاء الله باذن الله. بس هو موضوع لذيذ، وانا بحس الفن كده حاسس ان احنا هنقدم حاجه كويسه يعني باذن الله. حاجه ترجع للعيله بانتاجك ونشوف بقى. وحشنا شغلك يا رب. سؤالي الاخير، ماذا يفعل عادل امام عندما لا يلتقي احدا؟ لا يلتقي احدا ده لا غير وارد. ما انا عارف انه كل ليله لازم يلتقي احدا. هو احنا بس ايه اللي عاملينه؟ ايه يعني ايه اللي عاملينه؟ مقللين شويه يا استاذ خير عشان الكورونا. عشان الكورونا حقيقي والبرد يعني. كمان احنا مش مستحملين الكورونا، ربنا يحفظنا جميعا. الكورونا في هذه الايام غير طبيعيه يعني. يا رب. وانت عارف ان عادل، وانت قريب جدا من عادل. عادل بيحب الناس وبيعشق القعده، ما بيعرفش يقعد من غير الناس، ده صحيح. من ابسط الناس الى اعلاها يعني. عنده مخزون من الناس، وده بيتصرف ازاي وده بيفكر ازاي. ده عادل ما بيعرفش يقعد لوحده. يقعد لوحده ازاي؟ طب ما ده ادعى لان هو يفكر مره تانية في حكايه المذكرات يا استاذ عصام. يا ترى هيكتب مذكراته زي ما الناس كلها مستنيه تعرف حكاياته؟ هو مش حابب هو رافض الفكره دي. بيقول انا سايب اعمال، يعني هي دي مذكراتي. بقول انا سايب اعمال واعمال من سنين طويله، هي دي المذكرات بتاعتي. لا هو مش حابب ان يكتب مذكرات ومش عارف وكان ايه. وجات له عروض غير طبيعيه، جات له عروض من كل حته. انا منهم عرض على ايدي مذكرات. طب المذكرات تبقى تلفزيون، طب تحكي. ده احنا صحيح، ده احنا خدنا شوار. قال لك هو انا هموت، ما انا موجود وتاريخ قدامك اهو يعني، ما عنديش حاجه. وسافرنا وروحنا شفت، ومغرب وخلافه ايام. بشكرك جدا يعني المنتج الكبير عصام امام الذي طمأننا على النجم الكبير الزعيم عادل امام بخير وبصحه وبسعاده، وبيلعب مع احفاده بيقولوا بخ. قصتنا التانية النهاردة ليها علاقة بيوم 25 يناير كمان، تخيلوا يعني عيد الشرطة. النهاردة أول رسالة كانت متوجهة إن لولاهم ما كناش قدرنا نقف كده قدام الإرهاب، لكن الإرهاب منبعه وأصله بيجي من الناس اللي ملهاش علاقة بالدين وبتتكلم في الدين. والنهاردة مجلس النواب أحال مشروع قانون مهم جدا خاص بتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، اللي بتتعطى في المساجد. أحال مشروع القانون ده للجنة الدينية في المجلس. المشروع بالتحديد اتقدم به النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. المشروع القانون ده وافق عليه كمان 60 من نواب المجلس. اتضمن تقريبا تعديل 6 مواد في القانون القديم علشان يضمن منع غير المتخصصين والمصرح ليهم في مجال الدعوة والإفتاء من إن هم يتحدثوا في الأمور الدينية أو يدوا فتاوى. وإحنا عارفين كتير جدا البحث وراء الترند بيخلي فيه فتاوى يعني حدث ولا حرج. وفكرة إنك تكون يعني مثار للحديث عند الناس مغرية جدا، وخصوصا لمن يدعون دائما إن هم على علم بالدين. معنا على التليفون النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واللي تقدم بمشروع القانون. وأهلا بحضرتك معنا سيادة النائب. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. سيادة النائب، إيه اللي لفت نظرك ودفعك في هذا التوقيت للتقدم بهذا المشروع؟ هو
في حقيقة الأمر المشروع قانون كان مقدما من دور الإنعقاد الماضي لكن في نهايته. نعم. عندما تم رفع دور الإنعقاد كان هناك لزام علينا أن نتقدم مرة أخرى بمشروع قانون، وتم تقديمه وعرضه على الجلسة العامة وإحالته للجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الدينية. هي ببساطة زي ما حضرتك كان في معرض الحديث لحضراتكم تفضلتوا به، انه كل شويه نسمع انه الشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيقول، وبيطلعوا على القنوات الفضائيه وبيطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك او على تويتر، وبيفتوا هم مش مؤهلين للفتوى، بيقولوا اراء ترخيص. نعم. يعني واخرها ودينا احنا شايفين واحد في لبنان طلع بيقول انا نبي. صحيح. فبقت عمليه يعني مستفزه جدا. بس الحمد لله خرجنا من دينه، احنا مش من اتباعه. ما بالظبط، هو شان المصريين. ايوه، عشان هو عارف انه مش هيسلك معاه. لا مش هيسلك. فنص القانون هو تعديل لثلاث مواد، الماده الاولى والماده الثانيه هي الاهم، انه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين او المرخص لهم من غير المعنيين من خريجي الازهر والعاملين به من الائمه بالاوقاف والوعاظ بالازهر الشريف والافتاء المصرح لهم ممارسه الخطابه والدروس الدينيه بالمساجد وما في حكمها. والتحدث فيها شأن الديني بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية. المعني بإصدار قرارات التصريح لهؤلاء المشايخ هي هتبقى مشايخة الأزهر، وزارة الأوقاف، حسب الأحوال لا يجوز الترخيص لغيرهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والتحدث فيها شأن الديني بوسائل المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية. طب ايه بايه العقوبات اللي موضوعه في المواد؟ العقوبات هو تعديل الماده الخامسه لتنص على عدم الاخلال باي عقوبات اشد، ينص عليها قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد لمده لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنه ميلاديه، وبغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه بحد هاتين العقوبتين كل من قام بممارسه الخطاب او اداء الدروس الدينيه بالمساجد والاماكن العامه ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب التراخيص، كل وكل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف وما يعني إلى آخره. حضرتك معاك 60 لغايه دلوقتي 60 موافقه من النواب في البرلمان، متى تعتقد انه سيتم تمرير هذا القانون ومناقشته والموافقه عليه؟ هل تعتقد هو صدرت الاحاله وحننتظر طبعا يعني لجنه الدستوريه والتشريع هي المعنيه بمناقشه او لها السياده في مناقشه تعديلات القوانين، واللجنه المعنيه هي اللجنه الدينيه، فهيكون هناك اجتماع مشترك للجنتين بحضوري انا بصفتي مقدم القانون. نعم. ويتم مناقشته من خلال حوار مجتمعي، دعوة المعنيين أيضا من الوزارات والهيئات المختصة، ومن ثم تعتقد هيلحق دورة الانعقاد دي وقرر بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بنشكرك جدا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. خلت الجو ودرجات الحرارة طبعا كلنا قاعدين نتكلم، الجو ساقع متلجين، وبصراحه الجو ساقع، ولا نافع بلط ولا كوفيه، ربنا يكون في عون الناس الغلابه، ربنا اللهم امين. يعني انا مبسوط من مبادرات شباب بيعملوا اكل وبيعملوا شوربه عدس وبيعملوا حاجات في محافظات، ربنا يكرمهم يا رب، واللي يقدر يعمل ده يبقى ربنا يكرمه. يعني 3 كيلو لحمه وتقطعهم مع شويه رز وتطبخهم مع جزرايه ولا خيارايه في كيس بلاستيك وتمشي توزع لك 20 وجبه ولا حاجه، مساله بسيطه قوي. طيب الكل بيتكلم عن هبة، وطبعا لما هبة تبقى من لبنان يعني معناها انها عاصفة، وبيقولوا ان العاصفة دي هي سبب البرد، وان كنت انا بقول لهم انه لا يأتي من لبنان الا كل ما حبه جاي من سيبيريا. يا خيال تخيل جاي من سيبيريا على لبنان، بس هي طالما تسمت هبة تبقى من منطقتنا عاصفة تبعنا، وانا بقول لهم لبنان لا ترسل الى مصر الا كل جميل ومحترم وراقي، فربنا يستر ونعرف ما هي العاصفة هبة اللي جت لنا فجأة. مرت على 4 دول الأول مؤثرة فيها جدا، عندك سوريا، العراق، تركيا، لبنان. النهاردة كان فيها هوا شوية العصر، بس امبارح وأول الجو كان حلو قوي.
هو بالنهار لحد بالنهار الشمس لطيفة، لكن بنيجي على بالليل درجة الحرارة صعبة جدا، وبصراحة يعني البرد بيدخل مباشرة على العظم. المهم ان احنا عايزين نقول لكم في البداية هتشلك البرد من عندك خالص. الدكتور إيه محمود شاهين هيقدم لنا النصايح. الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور محمود. خير يا فندم، اهلا بحضرتك. اكيد الناس بتلجأ لحضرتك الايام دي وتقول لك نواجه العواصف دي ازاي ومعانا لحد امتى؟ هي قاعده معانا شويه لغايه نهايه الشهر باذن الله ان شاء الله. هي دي يا فندم العاصفه فعلا هي عاصفه، وعاصفه اسمها هبه وجايه لنا من اتجاه لبنان، ولا المعلومه المتداوله غير صحيحه؟ طيب احنا ما عندناش عاصفه. العاصفه موجوده عند اصحابها هناك في لبنان وسوريا والعراق. وعواصف ثلجيه وسرعات رياح كبيره جدا و 100 كيلومتر تقريبا 7 8 درجات و10 درجات تحت الصفر، والصور اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طيب الكتله الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من هذه المناطق، ولكن بمرورها على البحر المتوسط اللي هي تعتبر جبهه صد بالنسبه لنا، الحمد لله ربنا حنينا بيها، الحمد لله بتحصل تعديل وتلطيف لهذه الكتل الهوائيه المنخفضه بدرجات حراره بشكل كبير جدا هناك، وبتوصل عندنا احنا خلال فترات النهار ما بين النهارده حراره القاهره 17 درجه العظمى. 17 درجة عظمى. يعني مع تقدم ساعات النهار ومع دخول فترات الليل بتنخفض درجة الحرارة، مفيش كلام، وبتصل الصغرى على القاهرة إلى 8 درجات و7 درجات مئوية. 6 درجات. الساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى في الصباح. فأه إحنا مصدر الكتلة الهوائية اللي بيأثر علينا قادم من هذه المناطق، ولكن حصل له تعديل وكتلة اتطورت بشكل كبير وحصل لها تلطيف زي ما بنشوفها عندنا هنا في جمهورية مصر العربية. يعني لآخر الشهر ده الأقصى اللي هنتعرض ليه ولا في أقصى؟ لا، هو احنا النهارده لو قلنا القاهرة بالفعل سجلت 17 درجة، درجة حرارة عظمى، متوقع على يوم الأربعاء والخميس أن تصل إلى 14 أو 13 درجة خلال فترات النهار، وفترات الليل ما بين 5 درجات و 6 درجات مئوية، يعني في انخفاض حوالي درجتين كمان عن اللي احنا بنشهدهم خلال هذه الأيام. طب وبالنسبة للشبورة والأمطار يا فندم؟ لا، فرص تكون الشبوره مش كبير، لان طبعا في منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكون السحب اللي احنا بنشوفها برضه خلال فترات النهار، وفرص الامطار اللي احنا شايفينها سواء على السواحل الشماليه او منخفضات الوجه البحري النهارده كانت متوسطه وبعض المناطق خفيفه الى متوسطه. فمن المتوقع استمرار تكون السحب الممطره على شمال البلاد خلال الايام اللي جايه حتى نهايه الاسبوع، فده بدوره بيؤدي الى عدم تكون شبوره باي كثيف، فالشبوره هتبقى عاديه وطبيعيه ان شاء الله الصبح بدري ومش هتاثر على كافه الطرق. دكتور محمود، حضرتك قلت في البدايه ان احنا معانا لاخر الشهر، معنى كده ان الشتاء بتاعنا في مصر ينتهي امتى؟ وهي واشد مراحل الصقيع في شهر فبراير. لا طبعا، هو احنا متعودين كل سنه ان شهر يناير هو يعتبر ابرد شهور العام وابرد شهر في ثلاث شهور بتوع فصل الشتاء. ففبراير ومارس بيكونوا طبعا الطف بكثير جدا ان كان هناك بعض الموجات البارده، ولكن طبعا يعتبر يناير هو اقصاهم، اقصى بروده طبعا من فبراير ومارس. فان شاء الله يعدي بس يناير يا رب ان شاء الله. ليه مسميين العاصفه هبه يا دكتور محمود؟ لا يعني هو المسميات عادة بيكون ليها خلال هذه الفترة مسميات مسائية، يعني حتى الأعاصير اللي بتحصل في المحيطات بتسمى بمسميات حديثة شوية، يعني بعض العلماء بيقولوا إن سبب التسمية دي إن عشان يقول لك الإعصار ولا العاصفة لما تسمى باسم حريمي بيحاولوا يتداركوا ان الاسم ده عشان حريم يكون الطف شويه من يعني يقلل شويه من قسوه العاصفه، يعني العاصفه طيرت هبه، خدت غسيل هبه من البلكونه زي ما هي عايزه بقى. عندنا كتير، انما هو فعلا بعض الناس بيقول او بعض التفسيرات بتسمى باسماء سيدات ان عشان تكون رفيقه بنا وتبقى لطيفه ما تبقاش قويه، يعني ان شاء الله تبقى كده. فاهمين غلط يا دكتور، بشكرك جدا دكتور محمود شاهين. ونروح فين؟ أعتقد أن احنا روحنا دلوقتي للدائري، وما أدراك ما الدائري وما يحدث عليه من حوادث. يا رب يكفيكم جميعا ويكفينا
الشر اللي بيحصل فيه لما بيحصل حادثة، لأن إحنا بنسمع عن أرقام للناس اللي بنفقدهم على الطريق الدائري وعلى الطرق الدائرية كبيرة جدا، بوتيرة متسارعة جدا بقينا نشوف حوادث ضخمة. أرقام زي ما قلنا العامل المشترك بينها كلها هي الطريق الدائري. الحقيقة إن على الرغم من كل الحركات اللي احنا شايفينها من تطوير في الطرق، كباري، انشاءات، لكن لسه عندنا مشاكل بنحاول نقف على اسبابها علشان يعني الازمه فين؟ في روح بتروح في مقابل كل مشكله بتحصل على الطريق، هل يا ترى السائق هو اللي عنده ازمه ولا الطريق؟ زي ما بيان النيابه قال ان اكيد في عيب هندسي بنطلب من المتخصصين ان هم يشوفوا العيب ده، ولا في مشكله ثانيه في الطريق احنا لسه مش عارفينها؟ يعني الاجابات بننتظرها طبعا من ضيفنا الكريم عبر زوم، المهندس اسامه عقيل، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس. لكن قبل ما نسمع منه رأيه الشخصي وتحليله الشخصي لما يحدث، خلينا نشوف تقرير عن اللي حاصل على الطريق الدائري ونرجع نسمع منه إجابات أسئلتنا. حوادث مروعة حصدت أرواح الكثيرين في مشاهد تتكرر على الطريق الدائري. في أبريل عام 2021 شهد الطريق حادثاً راح ضحيته شخصين وأصيب 6 أشخاص نتيجة اصطدام 6 سيارات ببعضها. وفي مايو من نفس العام اصطدمت سيارة نقل بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6. يونيو من نفس العام أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبعدها بشهرين لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون نتيجة اصطدام سيارة نقل بسيارتين. ومع نهاية العام لقي 19 شخصاً مصرعهم في حادث اصطدام بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، لينتهي عام 2021 بمصرع نحو 26 شخصاً وإصابة ما يقرب من 26. لم يختلف العام الجديد كثيراً عن سابقه، ففي 4 يناير دهست سيارة نقل 13 سيارة أخرى كانت متوقفة نتيجة إزالة أثار حادث سابق. وفي 9 من الشهر الجاري لقي شخصان مصرعهما إثر حريق سيارة نقل بسبب تنك بنزين في حلوان، وبعدها بيوم أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي. بعدها ب48 ساعة فقط لحق به حادث آخر، حيث انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح بسبب اختلال عجلة القيادة. سيبقى سوء الأحوال الجوية وأخطاء القيادة قائماً، ولكن السؤال ما الأسباب الأخرى لتكرار الحوادث بهذا الشكل على طريق يعتبر من أهم الشرايين الحيوية في دولة تشهد طفرة حقيقية في ملف الطرق؟ الطريق الدائري من الطرق المهمة عندنا جداً، طرق في حارات كتير، الطرق عندنا بقت مغرية، وعملية الضبط الموجودة من خلال الكاميرات وإجراءات كتير بتعملها وزارة الداخلية للحد من السرعة، ومع ذلك تحدث الحوادث. لماذا دكتور مهندس أسامة عقيل عبر زوم هو ممكن يجاوبنا؟ مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير أستاذ خير. أهلا يا دكتور أسامة. دكتور، من وجهة نظر حضرتك كعالم كبير، ما هي الأزمة التي تؤدي إلى تكرار الحوادث على الطريق الدائري؟ أوضح بس حاجة في الأول، إنه إحنا عندنا مش طريق دائري واحد عشان نبقى عارفين. إحنا عندنا 3 طرق دائرية. الطريق الدائري الداخلي هنسميه دلوقتي اللي هو القائم القديم، في القديم اللي هو جاري تطويره دلوقتي وتوسعه. نعم. خلاص. وفي الطريق الدائري الأوسط وفي الطريق الدائري الإقليمي. صحيح. القاهرة حواليها 3 طرق دائرية. نعم. الطريق الدائري الحالي ده طريق مؤسس من فترة طويلة من الثمانينات ومكتمل الخدمات وكل شيء. وحتى جاري دلوقتي توسعته وتطويره تطوير كبير يعني. وربط الجزء اللي ما كانش مربوط بيه، اعتقد ان تم فتحه طريق السياحي اللي ما كانش مربوط قبل كده، يعني الطريق الدائري القديم يعني فيه تطوير كبير جدا، بس ما بيشهدش عدد جداً حوادث زي اللي بنشهدها في الطريق الدائري الاوسطي. مظبوط. ليه؟ لانه هو مكتمل الخدمات
وهو مجهز ومؤسس تماما منذ فترة. النهاردة احنا الدولة بتنشئ شبكة ضخمة جدا بالطرق، ما حدش يقدر ينسى الموضوع. الدولة بتنشئ أكثر، يعني أنشأت أكثر من 10,000 كيلو متر طرق، غير الطرق الداخلية داخل المدن اللي هي أكثر من كده بكتير. الطرق دي عشان بتنشأ لازم الناس تبقى عارفة حاجة، إن الطرق دي لما بتنشأ بتنشأ الأول وبعد كده وبيستكمل بعد كده إجراءات تأمينها استكمال تدريجي. ليه؟ لأنه التأمين مرحلة بتاخد وقت وبتاخد تجهيزات من إدارات المرور علشان خاطر تقدر تعمل لها خدمات، تقدر تحط عليها رادارات. طبعا ده كيلوات كتير جدا يا دكتور، لافتات إرشادية ولافتات تحذيرية، ويعني غيري، وبتحتاج تمويل ضخم وبتحتاج وقت للتنفيذ. الطريق هنقول ليه الطريق الدائري الحالي ما عليهوش حوادث كتيرة بالنسبة للطريق الدائري الأوسط أو الإقليمي. لسبب بسيط جدا، انه الطريق الدائري الاوسط والاقليمي طرق جاري استكمال تنفيذها دلوقتي، اكمال تنفيذها وجاري استكمال تامينها بالاجهزه التامين. الدوله لو حضراتكم تتذكروا اعلنت من فتره وجاري دلوقتي انها تركب شبكات متطوره وذكيه لإدارة الطرق والتحكم فيها ومراقبة السرعة. صحيح. المشكلة لو حضراتكم تشوفوا التقرير اللي جاء، كلمة شهيرة موجودة في كل كلمة في التقرير، إن الحادثة أحد طرفي شاحنة وسيارة نقل. أيوة. لأن الشاحنات مفروض بيجهز لها طرق مخصصة للشاحنات، بنسميها على طرق الخدمة زي اللي بتتعمل دلوقتي، زي اللي موجودة في طريق السخنة وطرق الساحل نعم، زي السخنة وزي طريق السويس وطريق السحراوي. كل دلوقتي صحيح. الدولة بتعمل مجهود رهيب إنها تنقل الشاحنات على طرق مخصصة. نعم. الدائري الأوسط جاري عمل الطريق الشاحنات، ولكن في المناطق اللي شهدت حوادث لسه لم يستكمل، مش موجود دلوقتي، ولكن جاري العمل فيه. عشان كده الجزء اللي بيحصل فيه الحوادث هو الجزء اللي بيشترك فيه الشاحنات مع السيارات الصغيرة، فالجزء ده جاري حاليا التطوير. التطوير هيتم ازاي؟ اولا الحوادث اللي حضراتكم شفتوها دي، كل ما بيحصل حادثة، اخر حادثة حصلت اتحركت محافظة القاهرة والهيئة الهندسية والإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة مرور القاهرة والخبراء في موقع الحادث وفي نفس اليوم دكتور أسامة أنا بستأذن حضرتك، هنكلم حضرتك تاني علشان التليفون بيقطع شوية وحضرتك بتقول كلام مهم لازم نسمعه كويس. طبعا الكلام اللي بيقوله الدكتور أسامة خاصة بعربيات النقل، أنا بتفزع من عربيات النقل لما بشوفها ماشية في وسط العربيات والدائري. انا ما اعرفش ليه عندنا مشكله في النقل مش قادرين نسيطر عليه، ليه لغايه دلوقتي البتاع اللي ورا المقطوره كل المقطورات مكشوفه، وده في العالم كله ما فيش مقطوره تمشي مكشوف. ليه مقطوره تبقى شايله سيخ حديد وماشيه؟ ليه مقطوره شايله اسمنت او زلط وماشيه في الشارع في وسط العربيات؟ عربيات القمامه ماشيه الاكياس طالعه من كل جانب وماشيه على الدائري وعلى شيء صعب يخوف. في جزء كمان خيري، لان هم حتى لما بنشترك معاهم في طريق ما مش بيلتزموا بحاره معينه، يعني معروف مثلا اللي بيمشي ابطا بيسير اقصى ولا الميكروباص. انا مبسوط ان الدائري مش هيبقى عليه ميكروباص. رجع لنا الدكتور اسامه معانا على الهاتف، الدكتور مهندس اسامه عقيل. اهلا وسهلا دكتور، اسفين جدا معلش الشبكات بقى معلش. فكل الجهات بتتحرك وبالفعل تم وضع خطط لزيادة التأمين، وضع رادارات للسرعة عشان تبقى رادعة عشان خاطر يبقى في تحكم في السرعة.
وإلزام المركبات بالسرعة، تكثيف اللافتات، استكمال بعض الأعمال لتهدئة السرعة لإجبارهم على تهدئة السرعة، الإضاءة كمان، إضاءة الطرق لسه، وعمل وسائل تأمين. طيب دكتور أسامة اسمح لي أسأل حضرتك سؤال صغير. حضرتك مريت من عند المكان اللي بيتكرر فيه الحوادث، منطقة النفق في الطريق الوسطي؟ أنا رحت وعينته، أنا عينته مع الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة ومحافظة القاهرة، عيناه كلنا وشفناه وعرف وحددنا الأسباب إيه وكل حاجة. يعني بالفعل في عيب موجود في الطريق، عيب هندسي أو زاوية ميل مختلفة أو زاوية ميل لا تتناسب مع السرعة اللي كانت مقررة للعربيات، بعيدا عن أزمة النقل اللي اتفقنا عليها؟ مظبوط، لا الرؤية واضحة وكل حاجة تمام. المشكلة كلها إن الطريق عشان العربيات بتيجي في انحدار قبل المنطقة دي، فبتدخل بسرعة عالية ومفيش مهدئات للسرعة، فالسرعة العربيات بتدخل بسرعات ضخمة جدا، أعلى كتير من سرعة الطريق، ومفيش لافتات تحذيرية من قبل، يعني احذر مثلا في لافتات وفي سرعات إدارة المرور حتى إن السرعة لا تتعدى للشاحنات 50 كيلو في الساعة في المنطقة دي. إحنا رصدنا سرعات 160 كيلو للشاحنات، فالسرعة المحددة 50 هي ماشية ب 160، فطبعا دي خطر جدا إنها تحصل. نعم معايا؟ فإذا صحيح جاري استكمال طريق الشاحنات، واللي اتعمل اللي جاري دلوقتي تنفيذه، وإن شاء الله يعني الحوادث هتقل بشكل كبير جدا، اللي جاري تنفيذه دلوقتي اللي هو زيادة التأمين والتحكم في السرعات. نعم، والخطة اتحطت خلاص. طيب ده كويس جدا. طيب معدل معدل الحوادث، اوضح بس يا استاذ خيري، اتفضل، اوضح بس نقطة، اتفضل، اسمح لي فيها، اتفضل يا فندم. هي نقطة لازم نفهمها كلنا، ايه هي؟ النهاردة احنا كبرنا شبكة الطرق، الدولة كبرت شبكة الطرق بدرجة ضخمة جدا. المقابل ان ادارات المرور عايزة دعم قوي كمان. طبعا. لازم الدولة ان شاء الله هتدعمها، لانها قايمة بدور رائع، ولكن الطرق اتضاعفت كم كيلو تقريبا؟ كم مرة؟ الطرق تضاعفت مرتين دلوقتي. يعني احنا اللي اتعمل في تاريخ مصر كله اتعمل قده في الست سنين اللي فاتت. فتصور ده رقم مهول جدا، بنفس الامكانيات بشتغل عليه على ده كله. نفس ادارات المرور بنفس امكانياتها بتشتغل على ضعف الشبكه. نعم. فطبعا لازم، وبعدين عشان فلازم يبقى في دور مقابل، اسمح لنا دكتور اسامه، من المواطن كان، بعيدا عن الدعم من المؤسسات والجهات المختلفه لبعضها، لكن المواطن، وده سؤال صغير لحضرتك قبل ما ننتقل لنقطه تانية، السرعات المحدده على الطرق السبب وراها ناس كتير جدا ما بتتخيلوش او مش بتبقى فاهماه، يعني تبقى متخيله ان ده السرعه اللي محطوطه وخلاص، يعني عايزه حضرتك توضح لهم ان السرعه دي تتناسب مع جوده الطريق، نسبه الميل في الطريق والحاجات دي كلها، معناها ان لو زدت معناها ان في حادثه مؤكد. ده اخطر حاجه في الموضوع. انا بشكرك على هذا السؤال. ليه؟ لانه زي ما حضرتك قلتي بالظبط، الناس بتتصور ان لافته تحديد السرعه دي مجرد لفته كده، لا، غلاسه دي يعني، ده دي ادارات المرور بتحطها علشان تقول لو عندي منحنى او عندي ميل او عندي منطقه فيها نسبه خطوره، لابد التصميم بيسمح بان انت تقلل سرعتك فيها، لو ما قللتش سرعتك احتمال الحادثه يزيد. طبعا فضروري، وعاوزين يبقى في توعيه لكده. دور المواطن مهم، يعني لازم الناس تعرف انه لازم نلتزم كلنا بالسرعات عشان نأمن روحنا ونأمن الآخرين كمان، مش عشان الرادار والمخالفة، ولكن علشان روح ناس وروحك انت شخصيا وروح الناس اللي حواليك في الموضوع. طيب ما في جزء بشوفه بره يا دكتور أسامة وحضرتك بتشوفه اكيد، فكرة تغير السرعات، يعني طريق بيبقى الصبح ليه سرعة والمغرب ليه سرعة وبالليل بعد 10-11 ليه سرعة تانية خالص، هل ده وارد انه يحصل عندنا؟ وارد جدا، ودلوقتي الدولة بتعمل أنظمة حديثة
للطرق الذكية. نعم. الطرق الذكية هي عبارة عن إيه؟ إن الدولة دلوقتي بتحط على كل شبكة الطرق الرئيسية كلها وحددتها وخلاص يتم تنفيذها دلوقتي أنظمة ذكية جدا هي هتتحكم إنها تديلك إشارة سرعة لافتة سرعة متغيرة مش ثابتة. أيوة. بتتغير مع الوقت وبتتغير مع كثافة الحركة المرورية. أيوة هو ده المقصود. ده موجود هيبقى موجود دلوقتي وهيبقى على شبكة الطرق بتاعتنا. أنا بس كلمة أخيرة إنه ما زال لأن أنا حضرتكم قلت بداية سؤال وأنا بعتذر إن قطعته معدلات الحوادث. أيوة بالمقارنة بالدول الأخرى ما زال معدلات الحوادث بعد شبكة الطرق الحديثة الكبيرة اللي اتعملت احنا دخلنا في معدلات حوادث أقل كتير جدا باللي كان بيحصل قبل كده. لا بالإضافة لإيه بقى؟ بالإضافة لإن السوشيال ميديا النهاردة بقت نشطة جدا. يعني كان قبل كده الناس بيحصل حوادث بس محدش بينقلها دلوقتي الحادثة بتحصل العربيته العجلة بتنام بينزلها على السوشيال ميديا بينزلها على صحيح على السوشيال ميديا. فالإعلام عن الحوادث شيء مش وحش ولكن بيظهر الصورة كأنه مكبرة شوية إنما إحنا بصراحة ولازم كلنا نبقى شايفين وكلنا عارفين ومدركين في تطور غير عادي في شبكة الطرق بتاعتنا في شبكة طرق ضخمة جدا وفي حاجة خطيرة جدا معروف في كل العالم وفي كل العلوم إن لو زاد السكان وزادت الطرق وزادت أعداد العربيات لازم الحوادث تزيد. إحنا عندنا زادت الثلاث حاجات دول وما زلنا الحوادث بتقل مش بتزيد فدي مبشرة كويسة جدا وحاجة بتقول إن في نهاردة تحكم في إدارة الطرق. نعم وده اللي بنتمناه. دكتور أسامة عقيل احنا بنشكر حضرتك جدا على رؤيتك المطمئنة وإن احنا مشينا خطوات لكن لسه في خطوات كثيرة ستأتي فيما بعد. دكتور مهندس أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. دعونا الآن نخرج. أنا طبعا أنا قلت الفنانة في الحفل النهاردة مي فاروق صاحبة الصوت العظيم كانت مع محمد محسن النهاردة الاثنين كانوا مبدعين جدا في حفل وزارة الداخلية. خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل نستقبل صاحب البورصة بورصة الكلام خالد البرماوي بعد الفاصل.